اول وصفة معانا استخدمت فيها نص كيلو من البانيه زي ما شايفين كده، غسلاه كويس جدا ومصفياه من اي مية فيه، وبعدين جبت بولة ضفت فيها معلقة كبيرة من الصويا صوص ومعلقة كبيرة من دبس الرمان ومعلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من الخل، وهضيف التوابل ملح وفلفل اسود بصل بودر وتوم بودر كزبرة ناشفة وبهارات فراخ، وبضيف كمان قرفة وجنزبيل حوالي معلقة صغيرة من كل حاجة، بضيف كمان معلقة صغيرة من الزعتر وبس كده. دي التتبيلة اللي هنستخدمها النهاردة، احنا هنعمل النهاردة بانيه مشوي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وقلبت التتبيلة كويس وهبدأ بقى اضيف فيها البانيه زي ما شايفين كده. اهم حاجة بقى سيبي البانيه في التتبيلة دي وقت كويس عشان يتشرب من التتبيلة ويبقى طعمه حلو، وبس كده مفيش اسهل ولا ابسط من كده. تبلنا البانيه بالتتبيلة البسيطة دي لكن بجد طعمها روعة. هنبدأ بقى كده نسيب البانيه على جنب، هنبدأ بقى نجهز مكرونة هنقدمها جنب البانيه، وهنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا وكمان سريعة. وجبت حلة ضفت فيها شوية من الزيت، ولما سخن معانا بدأت أنزل بكيس من المكرونة، الكيس ده حوالي نص كيلو، وفضلت اشوح فيها لحد ما اتحمرت واخدت معانا لون ذهبي زي ما شايفين كده. وعلى طول ضفت عليها شوربه كنت مطلعاها من الفريزر سخنتها، ولما غلت معانا ضفتها للمكرونه، سبتها الاول على نار عاليه بعدين هديت عليها النار لحد ما استوت وبقت معانا بالشكل ده. وفي نفس الوقت كده هنبدا نشوي البانيه. جبت طاسه سخنتها الاول على النار او صينيه، اهم حاجه تكون مش بتلزق، وننزل بقى بالبانيه بالشكل ده. اهم حاجه تكون الصينيه او الطاسه اللي هتستخدميها تكون سخنه جدا والنار تكون عاليه عشان البانيه ما ينزلش معاكي اي ميه، ولما يبدا ياخد معاكي لون من تحت تبداي تقلبيه على الوش التاني، وبالتقليب بقى المستمر كده من وقت للتاني لحد ما ياخد لون حلو وتلاقيه معاكي استوى. مش بياخد وقت خالص، بيستوي معاكي بسرعه جدا. وفي الاخر بقى ولعت كده قطعه من الفحم وحطيتها كده في نص البانيه وغطيتها عشان تديله ريحة الشوي، وبكده عملنا أكلة سهلة وبسيطة خلصت معانا بسرعة جدا من أكلات الصيف السريعة المنجزة اللي مش هتوقفك كتير في المطبخ، كمان طعمها حلو جدا. شايفين قد ايه البانيه من جوه طري وكمان كريسبي كده من بره وطعمه حلو جدا. تتبيلة بسيطة وسريعة جدا لكن النتيجة روعة، جربوه بنفس الطريقة هيعجبكم قوي. المكرونة كمان طعمها تحفة، سهلة وبسيطة وسريعة ما أخدتش معانا وقت خالص. وبكده نكون عملنا أول أكلة النهاردة. ندخل بقى على تاني أكلة. كنت مجهزة الاول كوباية من البرغل ورغيف من العيش وكمان بصلاية فرماها وحطها كده في مصفى عشان تصفي اي مية فيها، وكوباية البرغل اللي استخدمتها كنت الاول نقعها في مية وكمان رغيف العيش، ولما طري معانا بدأت اصفيه بمصفى زي ما شفنا كده وضفتهم في الكبة. ضفت عليهم توم مفروم حوالي كده فصين من التوم المفروم ومعلقة من هريسة الشطة او الفلفل البارد زي ما تحب، وضفت التوابل ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة وقرفة وجنزبيل وبهارات لحمة لو حابة، معلقة صغيرة من كل حاجة ومعلقة صغيرة كمان من البيكنج بودر. الاول فرمت البرغل والعيش والبصل كويس جدا في الخلاط الاول اول كبة زي ما شفنا كده، بعدين ضفت لها اللحمة المفرومة، استخدمت حوالي نص كيلو من اللحمة المفرومة وبدأت افرمهم كويس جدا لحد ما بقى الخليط معايا بالشكل ده. طبعا تقدري تعملي الخطوات دي كلها على ايدك بس تفرميها كويس جدا. وعشان الخليط كان بيلزق معايا بزيادة ضفت له معلقتين من الدقيق وقلبته، وبعدين ضفت كمان معلقة تالتة وهنقلب كويس. الخليط كمان بيكون بيلزق شوية عشان طبعا البرغل اللي احنا ضايفينه، متنسيش كمان معلقة البيكنج بودر ضرورية جدا، هتخلي معاكي الكفتة كده هشة. لو سبتي كمان عجينة الكفتة دي تتشمع معاكي كده في التلاجة شوية هتلاقيها بقت مش بتلزق وبقت مظبوطة جدا. وهنبدأ نشكل الكفتة، واستخدمت مية البصل اللي طبعا نزلت من البصل اللي احنا كنا مصفيينه، ضفت عليه كده معلقة من الزيت وملح وفلفل اسود، وبدأت اصبع بيه الكفتة بالشكل ده، بدهن ايدي كده في شوية من الخليط ده وبصبع الكفتة. تقدري طبعا تغيري في شكلها، تعمليها صوابع او كور او كمان اقراص على شكل البرجر بتبقى برضو حلوة جدا. انا عملتها كده صوابع متوسطة مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي، بس الكمية هتطلع معاكي جميلة جدا زي ما شايفين كده ما شاء الله الكمية كتير. بنص كيلو من اللحمة المفرومة عملت الكمية دي كلها، طبعا الكمية دي تكفي معاكي يومين او ممكن طبعا تعملي اكلة يوم وتشيلي كمان منها طبق في الفريزر، هتوفر طبعا عليكي كتير. والمية اللي اتبقت معانا كمان دهنت بيها وش الكفتة بالشكل ده زي ما شفنا، وكمان عملت كده بظهر السكينة خطوط تديها شكل حلو، ودخلتها الفرن على درجة حرارة متوسطة على رف الاوسط. لما تبدأ تاخد معاكي لون من تحت تبدأي تشغلي لها الشواية لو حابة، طبعا مش بتاخد وقت كتير في الفرن هتستوي معاكي بسرعة جدا. وفي الوقت ده وهي بتستوي كنت بجهز رز، وجهزت رز عادي بالطريقة العادية بس ضفت له بهارات وكركم اداله طبعا لون حلو كمان طعم حلو، بضيف له بهارات قرفة وجنزبيل وكمان شوية من الفلفل الاسود وطبعا الكركم اللي هيديله لون الاصفر ده. ممكن كمان تشوحي معايا بصلاية في الاول او طبعا تخليه كده من غير بصل زي ما تحبي،
كمان الكفتة استوت معانا، طلعتها من الفرن قدمتها مع الرز بالشكل ده. قدمت كمان معاها طماطم مقطعاها، وقطعت كمان معاها بصل. قدمتها كده في الاطباق دي زي ما شايفين، زي الجاهز بالظبط. تقدري تاخديها معاكي في اي مكان، لو طالعة رحلة او مصيف تعملي كده. الافكار دي تحفة جدا، شكلها حلو قوي، وكل اللي هيدوقها مش هيصدق خالص انك عاملاها في البيت. طبعا طريقة التقديم برضو بتفرق جدا، وطبعا دي مش كل كمية الكفتة، لسه كمان في كمية تانية. طبعا الكمية دي زي ما قلت تكفي معاكي يومين، يعني كمان اقتصادية قوي وكمان طعمها حلو جدا. وده كده شكل الاكل معانا، ودي كده تاني وصفة معانا للنهاردة. وتغطي بقى العلب بالشكل ده وتاخديها بقى معاكي اي مكان، تحفة جدا. ندخل بقى على الاكلة اللي معانا بعد كده، هنعمل مع بعض اكلة سهلة جدا وبسيطة وكمان اقتصادية. استخدمت فيها ربع كيلو من البانيه زي ما شايفين كده، الكمية دي بسيطة جدا، دول كده حوالي ربع كيلو. غسلته طبعا الاول كويس جدا، وبدأت اقطعه كده بالمقص لقطع صغيرة. جبت حلة على النار، ضفت فيها شوية من الزيت، ونزلت عليها ببصلاية مفرومة او مقطعاها كده لقطع صغيرة. شوحت البصل بالشكل ده، وبعدين نزلت عليه بحوالي فصين من الثوم المفروم، هشوحه مع البصل لحد ما يدبل معانا. ونبدأ ننزل بقطع الفراخ اللي احنا قطعناها كده لقطع صغيرة، وهنشوحها مع البصل والثوم بالشكل ده لحد ما الفراخ تبدأ تغير لون. هنبدأ بقى نضيف ملح وفلفل اسود، شوية من الكزبرة الناشفة، وشوية من الكمون، شوية من القرفة والجنزبيل، واي بهارات بقى بتحب تضيفيها ضيفيها في الوقت ده. بضيف كمان شوية من الزعتر، وبشوح بقى كله كده كويس جدا. وهنبدأ ننزل عليهم بقى بصلصة طماطم كنت ضربها في الخلاط، زودت طبعا عليها كمان شوية مية عشان انا عايزاها تكون كتير. هغطيها بقى وهسيبها لحد ما تغلي تتسبك معانا او تغلي كده غلوتين. ونبدأ بقى نضيف عليها المكرونة، انا استخدمت حوالي نص كيلو من المكرونة. قلبتها وغطيتها، سبتها طبعا على نار الاول عالية، وبعدين من وقت للتاني بفضل اقلبها، وبعدين بهدي عليها النار، وعلى طول بتستوي مش بتاخد معاكي وقت. اول ما تلاقيها استوت معاكي تقفلي على طول النار وتقدميها على طول كده وهي سخنة. حبها طبعا يكون فيها صوص اكتر، بتزودي الطماطم او شوية مية كده وانتي بتسبكي الطماطم. وقدمناها بالشكل ده، قدمت معاها كمان طماطم مقطعاها كده الحلقات، متبليها بشوية ملح وفلفل اسود، وكمان عملت معاها عصير جوافة. وكانت اكلة جميلة جدا، سهلة وسريعة، وكلها كده في حلة واحدة، قطع الفراخ مع المكرونة، تحفة جدا، بسيطة وسريعة، ومن اكلات الصيف المنجزة اللي مش هتاخد معاكي وقت خالص في تحضيرها، وبتخلص بسرعة جدا. الاكلة اللي معانا بعد كده هنعمل مع بعض سمك. استخدمت حوالي كيلو من السمك، بشيله كده في علبة في الفريزر متنظف بالشكل ده، بطلعه بس لحد ما يفك من التجميد. وبعدين بجيب بولة بضيف فيها ده توم مفروم فرماه مع فلفل اخضر، وبضيف عليه شوية من الخل، بضيف كمان عليهم هريسة فلفل احمر بقى او حامي زي ما تحبي، وبتبل بالملح والكزبرة الناشفة والكمون، وكمان بعصر ليمون، وهي دي كده تتبيلة السمك. بقلبها بقى كويس، وبعدين ببدأ اتبل بيها السمك. باخد بقى كل سمكية كده وبضيف فيها معلقة كبيرة في بطن السمكة بالشكل ده من التتبيلة. وكل ما سيبتي بقى السمك في التتبيلة دي وقت كويس، كل ما هيشرب كمان من التتبيلة وهيبقى طعمه حلو. عشان كده اول حاجة بنبدأ بيها بنتبل السمك، وطبعا على ما نجهز بقى باقي الاكل يكون السمك اتشرب كده من التتبيلة وبقى طعمه طبعا احلى. وحشيت بقى كل السمك بالتتبيلة اللي عملناها، ومن بره بقى هنبدأ نرش عليه كده شوية من الملح عشان طبعا يبقى متملح كده من بره ومن جوه. هنسيب بقى كده السمك على جنب، هنجيب بقى حلة ضفت فيها شوية من الزيت، ونزلت ببصلاية كبيرة كده تكون مفرومة ناعم او مقطعينها كده لقطع صغيرة. بشوح البصل لحد ما يدبل معانا وياخد لون، لحد ما يدبل معاكي وياخد لون كده ذهبي غامق بالشكل ده. رز السمك لازم يكون بالشكل ده طبعا، ما نسيبهوش بقى لحد ما يغمق اكتر من كده ويبدا يمرر معانا. وبضيف له حوالي كده طماطمايه كبيره كنت ضربها في الخلاط او في الكبه، بضيفها كده وبشوحها مع البصل، ودي اختياري لو حابه تعمليها او لا، بس برضو بتدي طعم حلو جدا للرز. ضفت بقى المية، المية بتكون نفس مقدار الرز اللي هتستخدميه، وضفت الملح وشوية صغيرين كده من الفلفل الاسود، ممكن كمان تضيفي كركم. وبعدين ضفت الرز اللي غسلاه كويس، هبدأ بقى اسيبه لحد ما يتشرب المية واي سوائل فيه، ونبدأ بقى نهدي عليه النار ونسيبه لحد ما يستوي. وعلى ما الرز يستوي هنبدأ بقى نجهز السمك، هاخد بقى السمك من التتبيلة وهضيفه في الطبق ده. الطبق ده فيه دقيق، حط عليه معلقة كبيرة من النشا، في الدقيق شوية من الكركم لو حابة السمك يكون لونه ذهبي معاكي او اصفر شوية. وبغلف السمك بالدقيق بالشكل ده، وطبعا بنحاول نفض اي دقيق يكون عليه عشان طبعا الزيت ما يتحرقش معانا. وبخلص الكمية بنفس الطريقة، بجيب بقى زيت سخنة على النار وببدأ اضيف فيه السمك بالشكل ده، وما تقلبيش فيه الا لما يبدأ ياخد لون من تحت، تبدأي بقى تقلبيه على الوش التاني. في نفس الوقت خلاص كان الرز استوى معانا وبقى بالشكل ده، ويبدأ بقى السمك كده ياخد لون من تحت، نبدأ بقى نقلبه على الوش التاني على طول.
لحد ما يتحمر معانا ويستوي. النار طبعا بتكون متوسطة عشان السمك يستوي معانا من جوه. وخلاص حمرنا السمك والرز كمان كان جاهز، وعملت كمان سلطة. الرز معانا شكله تحفة جدا، لونه حلو قوي وكمان طعمه حلو. السمك كمان طعمه حلو جدا، ما تسيبهوش كتير على النار عشان ما ينشفش منك ويكون كده طري من جوه. ده كده شكل الاكل معانا تحفة ما شاء الله. السمك من الاكلات دي اللي مش بتاخد معاكي وقت خالص في تحضيرها، وخصوصا بقى لو كنت شايلاه ومتنظف وكمان متبل، هيوفر عليكي قوي في الوقت وكمان في المجهود. ودي كانت الاكلة معانا. ندخل بقى على الوصفة معانا اللي بعد كده، من الاكلات السريعة جدا اللي ما بتاخدش خالص وقت في تحضيرها. هنعمل كبدة اسكندراني. استخدمت نص كيلو من الكبدة، ضفت عليها ثوم مفروم وفلفل مفروم اخضر وكمان احمر. بقلبهم كويس مع الكبدة ونبدأ بقى نضيف التوابل. بضيف ملح وكمون وكزبرة ناشفة، دي بس التوابل اللي بضيفها للكبدة. بقلبها بقى كويس كده مع الكبدة. اهم حاجة بقى سيبيها في التتبيلة دي وقت كويس عشان تشرب من التتبيلة ويبقى طعمها حلو. وبعدين بجيب طاسة على النار فيها شوية كده حلوين من الزيت، ولما يسخن معانا كويس جدا نبدأ بقى ننزل بالكبدة. لازم طبعا الزيت يكون معاكي سخن، ما تقلبيش الاول في الكبدة الا لما تبدأ تاخد معاكي لون. تبدأي بقى تقلبيها وتشوحيها بالشكل ده لحد ما تستوي. لما تبدأ تغير الكبدة لونها هبدأ اضيف لها شوية كده من الفلفل. الفلفل ده مقطعاه لقطع صغيره، وفلفل طبعا اخضر بارد بقى او حامي زي ما تحبي. وبنضيف كميه كده كويسه من الفلفل وبنشوحه كويس مع الكبده لحد ما تستوي. الكبده طبعا مش بتاخد وقت، ما تسيبيهاش كمان كتير على النار عشان ما تسودش منك ويغمق لونها. ولما تبدا تستوي الكبده بضيف لها بقى ليمون في الاخر. بقلبها كويس وباخد كده واحده، لو لقيتها استوت خلاص بنقفل النار وبنقدمها على طول. احلى كبده اسكندراني هتاكليها، تحفه جدا. طريقتها بسيطه جدا وسهله لكن طعمها حلو قوي. الاكلات السريعه المنجزه جدا في جو الحر والصيف. بقدم معاها كمان بطاطس محمره. تقدميها بقى في سندوتشات، سواء كانت عيش فينو او عيش بلدي، او كمان تقدميها في العيش السوري وتعملي بيها سندوتشات كده مع البطاطس، بتبقى طبعا تحفه جدا. وده شكل الاكل معانا ما شاء الله تحفه جدا، بكميه بسيطه برده من الكبده. عملنا وجبه يعني نص كيلو الكبده، زودنا عليه كميه كده كويسه من الفلفل، وكمان تقدري تضيفي كمان عليه البطاطس المحمره، هتلاقي كمان الكميه معاكي كتير. والبطاطس كمان بتاخد من طعم الكبده، لو ضفتيهم على بعض بتبقى برده تحفه جدا. ودي كده الاكله معانا. ندخل بقى على الاكله اللي معانا بعد كده. وبحب اعملها ولو مره كده كل شهر، بتبقى برده سهله جدا وطعمها بيبقى حلو قوي. وهنعمل رنجه، هنعمل سلطه رنجه بسيطه جدا. واستخدمت كده الرنجتين دول، حجمهم كان كبير شويه. بدأت اشوحهم على النار بالشكل ده لحد ما تستوي معانا وتتقشر بالشكل ده. خلاص بقى بنرفعها من على النار، وعشان طبعا البوتاجاز معانا ما يتبهدلش بتجيبي اي مناديل ورق عندك وبتنضفي على طول البوتاجاز بعد ما بتشوحي الكبدة بالشكل ده، وترميها طبعا على طول. وبمسحه طبعا مرة واتنين لحد ما اشيل اي زيت نزل من الرنجة او اي حاجة من الرنجة بالشكل ده. وكده بيكون البوتاجاز نضف معانا. مع بقى غسيل المواعين نبدأ بقى نغسله بالصابون كويس جدا. تكون الاسبونشة معاك نضيفة، وكمان اي فوطة هتنضفي بيها البوتاجاز هتكون نضيفة ما فيهاش اي اثار للرنجة. وده كده اللي بعمله بعد استخدام الرنجة، حبيت افيدكم بالفكرة دي. وباخد بقى الرنجة بقص كده الراس والديل، وببدا بقى اقشرها وانضفها بالشكل ده. هتتقشر او تتنضف معاكي كمان بكل سهوله، وبشيل اي شوك فيها وبالمقص كده بقطعها لقطع صغيره. دي كده اسهل طريقه للتنظيف وتقطيع الرنجه بالشكل ده. هبدا بقى اضيف لها كميه من الطماطم، كنت مقطعاها كده لقطع صغيره. بضيف معاها كمان بصل بقطعه، وكمان فلفل اخضر لو عندك برضو بتضيفيه عليها بيديها طعم حلو. وبقلبهم كويس، وشايفين قد ايه الطبق بقى ما شاء الله كبير جدا. ضفت كمان عليه شويه من الكمون، وزي ما قلنا انا استخدمت بس رنجتين عملوا معايا الكميه دي كلها. طبعا اضافه الطماطم والبصل وكمان لو عندك فلفل بيزود معاكي الكميه وبرده بيديها قيمه غذائيه. وبتعصري عليها ليمون في الاخر طبعا لو حابه. قدمت كمان معاها بطاطس محمره. ودي كده كانت الاكله معانا، بسيطه جدا لكن طعمها حلو قوي، وكمان بتبقى سهله ما بتاخدش معانا وقت. ندخل بقى على الوصفه معانا اللي بعد كده، وهي اخر وصفه معانا النهارده. هنعمل مع بعض فطير تحفه جدا في البيت من غير كمان ما نشغل فرن ولا اي حاجه، وهيطلع معاكي تحفه جدا. استخدمت كيلو من الدقيق، ضفت عليه معلقه كبيره من السكر ونص معلقه صغيره من الملح. هنبدا نضيف الميه بالتدريج. وضفت الاول كوبايه ونزلت بالكوبايه الثانيه، والكوبايه الثالثه بقى هبدا انزل بيها كده شويه بشويه لحد ما تتكون معانا العجينه. وبس كده بشويه دقيق وميه هتعملي احلى فطير في البيت. بزود بقى الميه زي ما شايفين كده بالتدريج لحد ما تتكون معانا العجينه. العجينه بتكون طريه وفي نفس الوقت بتكون متماسكه كده ومش بتلزق، بس لازم تعجنيها شويه حلوين يعني تديها كده وقتها في العجن لحد ما تنعم معاكي العجينه وتبقى بالشكل ده. العجينه طبعا ما ضفناش فيها خميره ولا حاجه، بس هنسيبها طبعا ترتاح شويه حوالي كده نص ساعه. بس الاول بجيب صينيه بدهنها شويه من الزيت، وبقطع او بقسم العجينه معايا لخمس كرات تكون متوسطه بالشكل ده.
او 5 فطاير طبعا حسب بقى الحجم اللي تحبيه، لو حباه كبير او صغير، بس انا شايفه كده الخمسه دول مظبوطين جدا. كيلو الدقيق بيطلع لك حوالي 5 فطاير، حجمهم كده بيكون متوسط وكويس جدا. طبعا بعد بقى ما قرصتها بالشكل ده هدهن برضو الوش بشويه من الزيت وبسيبها بقى ترتاح زي ما قلنا، عشان طبعا العجينه لما ترتاح هتسهل علينا لما نيجي نفردها. بس اهم حاجه كده تغطيها بكيس عشان الوش طبعا ما ينشفش معاكي. وباخد بقى كده اول كوره معانا بعد طبعا ما ارتاحت كويس، وبسيبها ترتاح حوالي كده نص ساعه. باخد بقى كده اول كوره ببدا افردها كده على الرخامه او اي سطح بقى تحبي تستخدمي عليه العجين. بكون برضو دهنه الرخامه كده بشويه صغيرين من الزيت. بجهز بقى طبق جنبي فيه سمنه، السمنه دي مسيحاها، او كمان تستخدمي زبده زي ما تحبي، بس طبعا لازم تستخدمي يا سمنه او زبده، مش هينفع طبعا زيت خالص. وبفرد العجينه بالشكل ده طبقه رقيقه على قد ما تقدري، مش مهم لو اتقطعت منك عادي خالص. تبداي بقى تدهني الوش كله بالسمنه بالشكل ده، وتبداي بقى تطبقي كده العجينه. بطبقها الاول على شكل كده مربع، بس بين كل الطبقه والتانيه بندهن كده ايدينا طبعا بالسمنه، وندهنها كده بالسمنه كويس جدا. لازم تغلفيه كويس بالسمنه كل طبقه فيه عشان يطلع معاكي الفطير مورق. وفي الاخر بقى بلم العجينه كده على شكل كوره او قرصه وبحطها في الصينيه. اكمل بقى الباقي بنفس الطريقه، باخد كده الكوره وبفردها بالشكل ده، طبقه كده تكون رقيقه، وبعدين نغلفها كلها كده بالسمنه ونبدأ نطبق بالشكل ده. أول حاجة بتعملي كده زي نص دايرة، وبعدين بتقفلي كده الأطراف بالشكل ده. طبعا كل التقفيلة بتقفليها بتدهني برضو سمنة، بتعمليها كده على شكل مربع، وفي الآخر بقى تلميها كده زي القرصة بالظبط. بتحاولي كده تلميها كويس من تحت وتدفيها بقى كده في الصينية. هنكمل بقى كله كده بنفس الطريقة. طبعا مفيش أسهل ولا أبسط من كده فطير تقدروا تعملوه في البيت، والنتيجة بجد هتعجبكم جدا. جربوه كده بنفس الطريقة، بجد هيبقى من أحسن الفطاير اللي ممكن تعمليها في البيت الفطير المشلتت ده. هنخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة، وبعدين برضو هنسيبه يرتاح مرة تانية. هسيبه كده حوالي ربع ساعة يرتاح معانا، ونبدأ بقى ناخد كل كورة. سيبناها طبعا ترتاح، هنبدأ بقى نضيفها كده في صينية وهنبدأ نفردها بالشكل ده. تفرديها كده يكون حجمها متوسط، يعني ما تكونش كبيرة قوي وما تكونش صغيرة قوي بالشكل ده. طبعا الصينيه دي برضو دهنيها بشويه من السمنه، وبرفعها بقى على النار على عين البوتاجاز زي ما شايفين كده، على نار تكون متوسطه، وبنغطيها. اول ما نلاقي بقى الفطيره من تحت بدات تتشمع او بدات تاخد لون بتقلبيها بقى على الوش التاني، وبتغطيها عشان طبعا تستوي معاكي من جوه، وعلى طول مش بتاخد وقت بتلاقيها معاكي اخدت لون حلو وكمان استوى، وبتلاقيه كمان بدا ينفخ معاكي وبقى تحفه جدا. بجد سهل وسريع ونتيجه بجد هتبهرك. بتطلعيه بقى كده على طبق يكون عليه فوطة مطبخ عشان طبعا يكون معاكي الفطير طري، كمان بغطيه بالفوطة عشان يكون برضو طري معانا. هنبدأ بقى نكمل كله بنفس الطريقة، باخدها كده وبفردها وبغطيها، تبدأ كده تتشمع من تحت، نقلبها على طول وتفضلي تقلبي فيها كده على الوشين لحد ما تاخد لون حلو وتلاقيها كده استوت معاكي، وطبعا بتغطيها عشان تستوي كده من جوه كويس. خلصت بقى كده كل الكمية بالشكل ده، عملوا معايا الخمسة دول ما شاء الله تحفة جدا. طبعا هو كان لسه سخن، شايفين قد ايه طري كده، واخد كمان طبقه كريسبي كده ومقرمشه من بره زي الجاهز بالظبط، وكمان احلى. كل اللي هيدوقه مش هيصدق انك عاملاه في البيت وكمان من غير فرن، بجد تحفه ما شاء الله. جربوه بنفس الطريقه هيعجبكم قوي. تعمليه بقى للفطار او العشاء او كمان للغدا، تقدمي جنبه عسل وطحينه وكمان جبنه قديمه رشيت برده عليها طحينه كده، وبرده دي كانت وجبه غدا. غدا سهل وسريع وكمان طعمه تحفه، وتغيير كده عن اللحوم والفراخ تحفة جدا. نقطع كده من جوه ونشوف قد ايه هو مورق وما شاء الله تحفة، شايفين قد ايه توريق ما شاء الله، وطري جدا وكريسبي كده من بره، بجد تحفة طعمه كمان حلو قوي وسهل وسريع جدا، ما اخدش معانا وقت في تحضيره، بيستوي بجد بسرعة جدا. جربوه واعملوه بنفس الطريقة دي هيعجبكم قوي، وكانت الاكلة ما شاء الله تحفة. جربوا الاكلات واعملوها قولوا رأيكم فيها، الاكلات كلها ما شاء الله احلى من بعض. اتمنى تكونوا خدتوا فكرة وتنفذوها ان شاء الله. ما تنسوش بلايك للفيديو، واشتركوا كمان في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد. استنوني فيديوهات جديدة ان شاء الله وافكار جديدة سهلة وسريعة. اسيبكم في رعاية الله، السلام عليكم.